انافع على نكد وقرف وعياط دي ليه انا؟ ايه ده بتغرقي؟ بتغرقي ما فيش بني ادم بتحزن تعمل امال لو عندك دي تنفس هتعملي ايه؟ خير يا ستي السويت على ايه النهارده؟ انا كنت 60 كيلو حلو سعيد لقيت نفسي 67 كيلو ايوه ايه اللي حصل؟ ما هو ده هو ده ايه بقى؟ هو ده ايه؟ 67 متضايق على 7 كيلو زياده؟ انا ال 67 كيلو دول كلهم وركي انا وركي كله 67 كيلو انت مدركه؟ انت مدركه انا كام 67 كيلو؟ عامله لي مناحه على 7 كيلو زياده انت تعبانه في دماغك تقولي انا رحت الجيم النهارده وعملت ان بادي ليه إيه؟ ليه ندخل حاجات في جسمنا وليه نوصل للتدخل الجراحي وليه كل ده ايه ليه ان بادي ده ليه نعمل في نفسنا كده حاجه اقول لك نتعشى ايه تقولي انا هاكل كفته عشان مشاوي عشان الدايت حلو ونرزع الكفته بعديها الاقيك داخله في ربع كيلو جلاش وربع كيلو بقلاوه وربع كيلو بسبوسه وكنافه محشيه ونرجع نعيط مفيش حد بيعيط كده دي خضه دي تتحط تحت بند مش عارف اخد نفسي تتحط تحت بند اي حاجه غير ان هي ازعل متضايقه عشان بتروح الجيم مش قادره تكمل التمرين ياما انا بمشي من قدام الجيم بنهج اقول لك ايه انا ما بقدرش اشوف حد بيجري قدام عينيا قلبي بيتعبني بفضل اعمل كده كده اعمل ايه انا اعمل ايه انا انت تعبانه في دماغك الدنيا مش كده وتقول لك الكابتن بيقول لي اتمرني كتير وانا لازم اسمع كلام الكابتن يا اختي اسمعي كلام انا ما انا وانت بتضربي البقلاوه والكنافه والبسبوسه وهي داخله زلط كده في بقك بقول لك يا حبيبتي كفايه يا نور عيني كفايه مش عشان حاجه عشان فلوسي حتى ما بتسمعيش الكلام يا اختي اسمعي كلام انا سيبك من الكابتن واسمعي كلام انا اللي مكمل معاكي عمرك كله انا اصحى على نكد وقرف وعياط دي ليه انا ايه ده بتغرقي بتغرقي مفيش بني ادم بتحزن تعمل امال لو عندك دي تنفس هتعملي ايه تقول لي 7 كيلو زياده 7 كيلو احنا عيب بقى نقل من نفسينا بقى عيب عيب انا اصحى متنكد على 7 كيلو انا ال 7 كيلو دول بزيدهم في الطاقه الواحده وانت متضايقه على السنين اللي عدت زايده فيهم 7 كيلو احنا هنستهبل انتوا كبنات بقى ليه بتعملوا كده ليه نفتح على البحري في الاكل وناكل ونحشي ونحشر مفيش بني ادم بيعيط كده مفيش لا يا مينا مش قادرة لا يا مينا مش مستوعبة انا مش مدركة ازاي ده حصل طب انا افهم ايه من ايه دي الهانم قلبها لي مناحة وانت متضايقة على السنين اللي عدت زايدة فيهم 7 كيلو احنا هنستهبل انتوا كبنات بقى ليه بتعملوا كده ليه نفتح على البحري في الاكل وناكل ونحشي ونحشر مفيش بني ادم بيعيط كده مفيش لا يا مينا مش قادرة لا يا مينا مش مستوعبة انا مش مدركة ازاي ده حصل طب انا افهم ايه من ايه دي الهانم قلبها لي مناحة